صراحة أولا تنهني الجمعية الفيتنامية في الفوتبول والأعضاء اللي صاروا معنا باش وصلنا لهذا النجاح هذا، وصراحة يعني التفاؤل ديال الإدارة المهنية اللي صلحتنا هذا التصليح هذا لحصول الجمعية. نشكرهم من هذا المنبر السلطات داخل مدينة القنيطرة وكل الناس اللي تفاعلوا معنا، وحنا فرحانين أن الجمعية حطت من الرجل ديالها في المسار الصحيح. إذا كان احنا متبعينكم على مجهوداتكم الخاصة أنكم استطعتم أنكم تجمعوا فريق اللي كان غيمثل المغرب في تظاهرة قارية، أكثر من ذلك أنكم جبتوا مدرب مختص، فين وصلت هذه التهيئة ديال الفريق الوطني؟ والصراحة يعني المرحلة ديال المشاركة كانت مرحلة شوية يعني ضيقة، وكان علينا أننا نختاروا ناس يعني اللي يكونوش مزاولين البطولة الوطنية سواء داخل القاعة أو يعني البطولة العادية اللي هي 11 لعيب، فحاولنا أن نستقطبوا ناس اللي ما عندهمش وثائق وطنية تتحمل يعني إشارة اللعيب، وهذا شكلنا مشكل. ولكن الحمد لله بالتجربة ديالنا وجميع التفاعل ديال اللاعبين أنهم بداو تيطلبوا أنهم يطلبوا المنتخب في التظاهرة يعني الإفريقية، وحصلنا في الأخير على فريق يعني متماسك وربما يقدم يعني واحد البطولة من مستوى عالي، ولماذا لا الحصول على الكأس الإفريقية. التواجد الأخير لأشرف بن صالح هنا في المغرب لتهيئ المشاركة المغربية أو جميع الأندية العربية أو الإفريقية تظاهر الإفريقية كان تنظم بنيجيريا. صراحة بوجود الأخير السيد أشرف بن صالح كان موجود، عنده ثقل كبير واحترام كبير لهذا الرجل اللي نعتبره هو الرائد في الميني فوتبول نظر التجارب ديالو، وتقريبا يعني أسس يعني ما يعادل 88 دولة إفريقية أو عربية ودولية اللي انضمت تحت لواء الاتحاد الدولي للميني فوتبول، وهذا المجهود ديالو تنشكروه، وجا باش أنه يوضع واحد المواصلة يعني كرسالة من المغرب لإعطاء واحد مستجدات البطولة والمسائل والوسائل اللوجستيكية باش تكون بطولة إفريقية، وهذا شرف لنا المغرب باش أننا تعطانا هذه الفرصة، وحكم العلاقة الدينية معاه أننا استطعنا باش تكون داك الشيء عنده معايير دولية من ناحية ديال القاعة وتوفير يعني الصوت والصورة الحمد لله كانت في المستوى. وبالنسبه لاستقطاب يعني المدرب التونسي هذا يعني كان شرف لنا انه كان موجود معنا، لانه يعرف جيدا يعني المعايير اللعبه والقوانين ديالها، وخلانا اننا نستافدوا يعني تطبيقيا مع هذا المدير، والحمد لله كل اللاعبين استافدوا من ناحية ديال التكوين، وكذلك اخذوا فكره عن الاعلاميات كيف يعني طريقه اللاعب يعني قراءه اللاعب، وحتى الطاقه البدنيه الحمد لله اللياقه البدنيه فهم استافدوا كبير. ماشي زكريا انت مشكور في ظرف وجيز انك قدرت تدير بزاف ديال المسائل اللي كتطلب وقت طويل مجهود كبير، حاليا وصلنا للنقطه ديال نقولوا البدايه، ولكن كنسمع بان المغرب ما غاديش يشارك نظرا للظروف التيرازيه. بصراحة التفاؤل ديالي بهذا الصورة وهاد الحرقة ديالي على أن المغرب ما يكونش خالي في هذه التظاهرة، والمغرب هو السباق لكل التظاهرات الدولية والإفريقية، والراية ديال المغرب فهي غالية وخاصها تبقى غالية لكل الدول، وحنا تندافعوا كمواطنين كناس مسؤولين، عندنا غيرة على بلدنا وعلى وطننا وعلى الملك صاحب الجلالة الرياضي الأول اللي تنعتبروه قاطرة لهذا البلد، وحنا ما علينا إلا أن نكونوا في المستوى ديال تطلعات البلد ونشرف المغرب ثقافيا اقتصاديا وكذلك كرويا. اكيد انك الجهود اللي تبذلوا في الاخير ما تشاركش، اكيد هو دائما كتتمنى ان العالم المغربي ترفع في التظاهرات. الصراحة يعني احنا ما عندناش يعني انا بديت نفكر يعني الصحة ديال المواطن وصحة اللاعب وصحة ديال الإدارة التقنية والتفاعل الآن ديال الدولة، فيعني الآن البارح يعني 1265 حالة
ديال الوباء، هادشي راه ماشي ساهل، ما يمكنش الانسان يلعب يعني بصحه المواطن، وحنا تنتفاعلوا مع السلطات وتنتابعوا كل المستجدات ديال هذا الفيروس اللي هو صعيب، والتوالد ديالو الان يعني عطانا واحد الفكره انني ما نغامرش، لانني اللاعبين هما امانه في عنقي وبانني مسؤول عليهم يعني من ذهابهم ايابهم، فانا ما نقدرش يعني ناخذ هذه المغامره يعني الصحه الانسان وصحه المواطن المغربي غاليه وغتبقى غاليه. لكن الحمد لله ان كنا يعني لاخر يوم يعني قبل ثلاث ايام كنا تندرب يعني مع المجموعه بكان اكملها، ولكن في الاخير يعني بديت نفكر بانني ما يمكن ليش نشارك في هذه الدوره هذه النظرة حتى تستقر وضعيه الوباء وتكون الحمد لله يعني تظاهرات المستقبليه اللي جايه، ونكونوا يعني في وضعيه امنيه ووضعيه يعني مؤمنه لصحه اللاعب والمواطن، وعاد ديك الساعه يمكننا نشاركوا في التظاهرات. ولكن بالعكس حنا تنفكروا الان في واحد البطوله او واحد الكاس بمناسبه عيد العرش المجيد لصاحب الجلاله، وغادي تكون واحد الدوره يعني مغربيه محضه 100%، وغادي نشاركوا تقريبا واحد 8 ولا 6 ديال الفرق من طنجه للبويره، يعني فريق من طنجه، فريق من الدار البيضاء، من الرباط، من القنيطره، من العيون، باش اننا ننظموا يعني واحد تظاهره اللي غادي تنشر هذه اللعبه. والحمد لله يعني التفاعل ديال المواطنين، التفاعل ديال اللاعبين، جمعيات يتصلوا بها اليوم ليلا نهار باش هما يريدوا انهم ينضموا الى هذه اللعبه وهذا المنتوج الرياضي المولود الجديد اللي غادي يعطينا واحد الدفعه، واحد اكتشاف مواهب جديده اللي غادي تمثل المغرب في التظاهرات ديالنا، وهذا هو الواجب الوطني وحب الوطن. وحنا عندنا تلقيح من كره القدم، وغادي نبقى يعني مخلص لهذه اللعبه حتى ان شاء الله نوضع افضل الامل. غياب المغرب ماشي الوحيد، سمعنا كذلك ان حتى المنتخب التونسي ما غيشاركش، خاصه ان رئيس الاتحاد الافريقي هو سي بن صالح. يعني الاسباب اللي خلات تونس الصراحه هو نفس التفاعل ديالي الوسائل الامنيه ديال البلاد، يعني ما قدراش ترخص للمواطنين والرعايه ديالهم باش ينتقلوا الى نيجيريا حفاظا على سلامتهم، وهذا يعني امر ضروري. ويعني اشرف بن صالح انتقل الى نيجيريا باش يعرف يعني الدول المشاركه، كاين فعلا دول اللي هي غادي تكون مشاركه، احنا ما تنقولوش لا، ولكن كاين اخرى اللي عندهم من وباء يعني طالع بحال جنوب افريقيا، بحال اللي تمنعات باش تشارك، الجزائر ما غاديش تشارك، كاين دول اخرى اللي عندهم الوباء يعني في واحد الحده ديالو، وما يمكنناش حنا كمغاربه وكاي مواطن سواء مغربي او افريقي هذا باش نعرضوا لهذه الامور هذه، خصنا نحافظوا كمواطنين مغاربه وتنغيروا على اي بلد مش المغرب باش نعطيو واحد الصوره صحيه تكون ان شاء الله لسلامه المواطن، وهذا هو اللي كاين ان شاء الله الايام القادمه غادي تكون افضل ان شاء الله لهذه المنظومه. انا سي زكريا ما كانتش امكانيه تاجيل هذه الدوره هذه. وهو الصراحه الطرحات يعني بعد الافكار باش تاجل الدوره، ولكن صاحب القرار هو رئيس الاتحاد الافريقي سيد اشرف بن صالح باش يوضع هذه البطوله، ربما الوجود يعني رعاه اللي غادي يكونوا محتضنين الدوره والالتزامات ديالهم ربما فرضات، ولكن انا تنشوف يعني ما نقدرش انني نغامر، لان الصحه ديال المواطن المغربي غاليه وغتبقى غاليه. إذا كان أنت دائما حاضر في التظاهرات، أنت شخصيا واش غادي تكون حاضر في التظاهرات؟ ما يمكنش، انا كنت تنفكر، ولكن حتى انا يعني بديت تنفكر بانني حتى انا الا مشيت يعني وحطيت راسي في واحد المرحله، والا ما كنتش نستجب للمعايير ديال الحمايه ديال المواطن، ربما نادي الناس، ولا ربما نجي حتى للعائله ديالي نقدر نادي، فما يمكنليش نغامر حتى انا باش نمشي لنيجيريا، لانني يعني اعتذر كل الاعتذار، وحنا مع البلاد ديالنا مع القرارات اللي تجي من على المراتب، فحنا ما علينا الا نلبيوها ونكونوا تحت رهن رعايه الملك صاحب الجلاله نصر الله. سي زكريا انت كنائب اول لرئيس الاتحاد المغربي للملك الفوتبول، شنو كتفكروش انكم انتم تنظموا اول واحد دوري هنا بين
الدول المغاربية. وهو صراحة يعني كل العمل اللي حطيته والمجهودات اللي قدمتها فهم يحترموا سي زكريا بأنني نائب رئيس الاتحاد المغاربي في المنظومة بعد رئيس الاتحاد الليبي السيد حسين الطويلب. وهذا الاعتزاز للمغرب واعتزاز لشخصية رئيس الجمعية المغربية باش أنا نكون مثل الاتحاد المغاربي. وحنا يعني حاطين في راسنا بأننا لماذا لا أننا ننظم كأس إفريقيا في مدينة العيون، أو لماذا لا كأس العالم. وهذه كلها من 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 المشاريع المستقبلية للجمعية المغربية إن شاء الله في هذه المنظومة الجديدة، والتفاعل ديال المواطنين لخير دليل على هذا الشيء. زكريا، دائما في لقاءاتنا معك كنلاحظوا حماس ديالك، كنشوفوا شوية ديال الإحباط في لا، هو الانسان ماشي احباط، يعني من الاحباط يمكن الانسان يتعلم الامور ويستافد. وهذا العدم الذهاب فهي خلتني انني استافد، تكون عندي حكمه في التسيير، لان المسير هو انسان اللي عنده مسؤوليه وامانه في نفس الوقت. وما يمكن ليش انني نغامر بالتجربه ديال 27 28 سنه كمسير مجموعه معاهد تعليميه، فيمكن ليش انني نخلى النظام الصحي الا وانني تنفكر يعني ليلة نهار باش ما نحطش راسي في متاهات اللي ربما لا تحمل العقبة. سي زكريا، في الأخير رسالة لمن تبغي توجهها؟ والصراحة أنا ما يمكنليش، أنا فعلا الفكرة والمشروع خديته على عاتقي لمدة تزيد عن 3 سنوات، وفما قبل يعني أنا ما يمكنليش نتحرك في هذه المنظومة بوحدي. تنطلب السلطات المعنية باش يعني تدعم هذا المشروع هذا، لأنه مشروع وطني وواجب وطني، وتيصب في المناظرة الوطنية ديال صاحب جلالة نصر الله 2008 اللي تتقول لك بأنه يجب تشجيع الرياضات الجماعية لأنها تدافع عن الفقر والتهميش، وتشجع الرياضة وترفع الراية الوطنية في كل الأقطار الدولية الإفريقية والعربية.